استقبل صاحب المعالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في فندق ريتز كارلتون صباح اليوم الجنرال سير كريس ديفيريل قائد قيادة القوات المشتركة البريطاني، يرافقه الفريق سير جون لوريميل كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في فعاليات المنتدى 14 لمؤتمر حوار المنامة 2018 للأمن الإقليمي، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد قيادة القوات المشتركة البريطاني والوفد المرافق، مشيدا معاليه بعلاقات الصداقة التاريخية والمتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتي لها جذور تاريخية متينة، منوها بالتعاون القائم بين البلدين الصديقين ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري. حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة واللواء الركن بحري يوسف أحمد ملالله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين واللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله الخليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات والعميد الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكي البحريني وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.